لكن بالحق اتكلمنا وقلنا ان في ناس بتدفع وتصرف عشان تهد بلادنا، مش بلادنا احنا بس، كل البلاد. امر عجيب، امر عجيب ان الامة دي تنفق اموالها لتدمير دولها. امر عجيب قوي. توقفوا قدامه كثيرا من فضلكم، شوفوا كده ايه ده. يا كل الناس، يا كل المصريين، توقفوا قدام ده كويس. امة بتصرف اموالها ومتصورة انها بتبني، بالهدم، وده لا يمكن يحصل. فكان لابد من وقفة، واحنا موقفنا واضح وثابت، لن نتخلى ابدا عن هذا الموقف. موقفنا ثابت ما يتغيرش.